معكم نسيمة كويزين أو بيان مطبخ نسيمة. اليوم راح نقدم لكم طريقة تحضير ان كيك و باز دو كاكاو. دونك ندوزو مباشرة إلى المقادير. دونك واش نسحقو؟ نسحقو كاس هذا تاع الزيت، زوج كيسان تاع الفرينة، كاس تاع الكاكاو، زوج كيسان تاع لو سكر، كاس تاع الحليب، خمس حبات نتاع البيض، لا فاني، لا لوفيغ شيميك، اي لي غيزان ساك، زبيب و لا ديكوراسيون. دونك جو تيان جوست ا فو فيغ سافوار كو انا خيط هاد لا ميزور، معنتها هاد الكاس، الكاس تاع لو فلون، باسكو هاد الكاس تاع لو فلون يمشي مع لو مول تاعي، تدير على بالي كي ندير هاد لا ميزور، لا بات كي نخلطها كامل تجيلي سوا سوا مع هاد لو مول. نتوما خيرو كاس اللي تحبو بصح ا كونديسيون هذاك الكاس يجي سوا سوا مع يجي سوا سوا مع لو بلا اللي تخيرو يديرو فيه لا بات، سيتادير كي تخلطو كامل لي زانغريديون تاعكم لا بات تجي سوا سوا مع لو مول، سيتادير تجي سوا سوا. فوالا دونك واش حنديرو دون ان بروميي طون؟ راح نديرو اون صوص شوكولا. هاد لا صوص شوكولا واش نسحقو؟ نسحق الزيت فوالا حطو هنا، نسحق كيلة تاع الكاكا تاع سكر كريستاليزي هكدا، جي بوزوان اوسي بولي الحليب اي الكاكاو. فوالا واش حنديرو هاد الخليط؟ هاد الخليط راح نضربوه بالميكسور حتى لي زانغريديون تاعو كامل يدخلوا بين بعضهم. نخلط بالميكسور بغا بهذه الطريقه، فوالا خلطنا جميع المقادير اونسومبل. شوفوا المزيج كيفاش تخلط بيناتو، شوفوا المزيج كيفاش تخلط. فوالا تحصلنا كي شغل على كريمه. دونك واش حندير هاد الكريمه هاد لاصوص؟ واش حنديروا لها؟ نحي كاس، نحي كاس فيه فوالا كوم سوي، ونحطو داخل الفريجيدار، نحطو داخل الفريجيدار للتزيين. دونك واش حنديرو درك؟ هاد لاصوص او شوكولا نخليها من جهة، فوالا نسحقها من بعد. واش نسحقو درك؟ نسحقو خمس حبات نتاع البيض، فوالا وحدة، ثالثة، رابعة. هاد الكيك ولا غير يجي فريمون بنين، انا نشربو خاصة مع الصباح، نحب نشرب هاد لو جور دو كيك الصباح مع القهوة. دونك سحقو خمس حبات نتاع البيض،
الكاس الاخر نتاع السكر نخلطوه و نسيي دو ميلونجي حتى يدخل السكر مع مع البيض غير بلا كليه نضيفو ثلاث مغارف كبار ثلاث مغارف كبار تاع تاع الزيت فوالا هذه زيتها فوالا زيت ما قلت لكم شويه زانغريديون معليش فوالا دونك ثلاث مغارف وحده زوج ثلاثه ثلاث مغارف تاع الزيت نخلطو نضيفو هذيك الشوكولاته لاصوص الشوكولا اللي خليناها تجي هاد فاصون نخلطو حتى ملي زين تجيو مع بعض من بعد نضيفو لي دو مزيور نتاع لافارين المزيور الاولى ندير لافاني ندير ان باكي دو ليفور شيميك ما يعادل الى une cuillère à soupe et ça la levure chimique voilà. Je mélange bien خلطو تخي بيان حتى ما تبانش ل تبانش هاديك لافارين نزيد الكاس التاني ونحطو كلشي مع بعض شوفوا الخليط كيفاش ولا عليه شوفوا القوام تاعو لا تيكستور تاعو فوالا دونك شحال ندير دوك عندي امول وجدت امول جلي بوغي جلي فاريني ندخل ندير داخل ندير هاد الخليط داخل هاد الامول دونك فوالا درنا الخليط داخل لو مول اونتر طون شعلت الفور تاعي
كل وحده تعرف الفوت تاعها وكيفاش يطيب الكيك تاعها. دونك شعلتها على الافونس، راح الحين نحط هاد الكيكه داخل الفور. كي طيب، كيفاش تعرفوا كيفاش طيب، نديرو الموس، نديرو ان كوتو داخل، فوالا. الا خرج بروبر معناتها طابت، الا ما خرجش بروبر تدير فيه لاباط. دونك مازال، دونك سلا في دير كو مازال ما طابش. ما نخليوهش حتى يحمر بزاف، باسكو لو كيك نوار ماشي مليح كي يحمر بزاف. دونك فوالا، دونك ندخلوه داخل الفور ونعاود نولي لكم ان شاء الله. تاعنا راهو طايب، مازالو سخون، نحيتو من الفوق. مثلا غاسي دو ديمولي ونحطو في هاد البلا. نديرو دوك غيسي دو جبد لاصوص الشوكولا هذيك اللي خليتها في الفريجيدير. دونك راح ندهن كامل هاد الكيكه بهاد لاصوص الشوكولا. بسم الله. لا قلق، ندهنو لاصوص الشوكولا على كامل لاشيخاص تاع هاد الباب. بون، انا نكمل ندهن لاصوص الشوكولا تاعي ونعاود نولي لكم ان شاء الله باش نقدم لكم هذا الكادو في طبق تقديم. دونك فوالا، الكيكه تاعنا راهي واجده. بعد ما طليتها لاصوص الشوكولا، زينتها لي غيزان سيك بالزبيب. دونك كيكه فريمون بون، خفيفه مليحة سورتو الصباح القهوة. دونك إلا عجبتكم الوصفة، ما عليكم غير ديرو لي بوتي جيم سوغ لا فيديو وتشاركو معايا في قناة نسمة كوزين، وتشاركو معايا أوسي في قناة في فيسبوك. عندي إين باج، باج فيسبوك نسمة كوزين أوسي. دونك إن شاء الله هاد الوصفة فريمون تكون عجبتكم. entre temps qu'on comme la recette à la fois, salut, c'est la voix de Com et à la prochaine.